الخاص بالجعدان في هذا الانطلاق القوي والمثير في منافسة تحمل فئة أخرى ومشاركة شعارات متميزة. انطلقت في هذه اللحظة باحثة عن ناموس أول أشواط الجعدان الخاصة بسن الإنتاج. على بركة الله انطلق الجميع في رحلة تحمل هذه التحديات والإثارة. المركز الأول مباشرة من خلال هملول نايد بن مسلم بالزفنة العامري الذي يعلن تواجده على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتواجد في المركز الثاني الواعي علي بن بطيب ونواس آل اجتبي، بينما المركز الثالث هنا الفارس علي بن عبيد بن غدير الاجتبي. انتقالي إلى المركز الرابع في هذا المسار الدرع حميد بن خليفة بن سالمين الحميري، وهناك على المركز الخامس يتواصل شعار سيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير مع وجود البتار. على المركز الخامس سادسا نعود مع هشيم محسن بن علي بن سعيد العويسي، بينما المركز السابع مبدع ناصر بن محمد آل سالمين المنصوري، هناك الشبابي فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري، والمركز الثامن هامان حمد بن محمد بن مصلح الإحبابي، بينما المركز التاسع تتواصل انطلاقات هذه الانطلاقة بوجود الطائر الصغير بن محمد بن صغير آل محرمي، والمركز العاشر سلام على المركز العاشر. ندور على هذه الانطلاقة ونشوف، يا سلام، هو الوعد سالم بن محمد بن شرجي العفاري. هذه هي الأسماء التي انطلقت، وهنا نتابع البداية، نتابع هذا التحدي، هذا المسار الذي يحمل انطلاقة الشوط. البداية هو البتار، طار البتار إلى المقدمة، سالم بن راشد بن حمد بن غدير أطلق البتار على المركز الأول، والمنافس هو الواعي في المركز الثاني علي بن بطيب بن علي بن واس آل اجتبي، بينما المركز الثالث الدرع، المركز الثالث حميد بن خليفة بن سالمين الحميري. ثلاثية هنا تعلن تواجدها على المقدمة والبداية، وتعلن اندفاع هذا الشوط المثير في هذه اللحظات. الله 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 الله، بينما المركز الرابع، أعود إلى المركز الرابع أتابع الشبابي فلاح بن فهد بن طحنون الهاجري، والمركز الخامس ينطلق في لحظاته هو هملول نايد بن مسلم بالزفنة العامري، والمركز الثامن هامان حمد محمد بن مصلح الإحبابي، بينما تاسع انتظر هناك لحظات انطلاقة البداية القادمة من الوعد سالم بن محمد بن شرجي العفاري، والمركز العاشر الطائر صغير محمد بن صغير آل محرمي. إذا هنا بدأنا في هذه الانطلاقة في هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة لهذه البداية الأولى. ثلاثية المقدمة تعلن تواجدها على بداية هذا الشوط، تعلن اندفاع هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف المقدمة، شوف اللي بادي أيضا من خلال هذا المسار يحمل هذه الانطلاقة البعيدة المدى. الله 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 الله، الواعي وهو واعي علي بن بطي بن علي بن واس آل اجتبي ياتي على المقدمة يعلن هذا الاندفاع، وهنا على المركز الثاني الدر حميد بن خليفة بن سالمين الحميري، وعلى المركز الثالث تقدم من هملول نايد بن مسلم بالزفنة العامري، والبتار على المركز الرابع سالم بن راشد بن حمد بن غدير. يا سلام يا سلام، هنا البداية، هنا التحرك، هنا آخر ما وصلنا إليه من خلال هذه اللحظات. الميتين متر الأخيرة، والواعي، الواعي مسيطر على المركز الأول، واعي من هذا الصباح يسجل هذا الإنتاج علي بن بطي بن علي بن واس الاجتبي. سلام يا هل العوير، سلام سلام يا هل العوير، سلام، ما شاء الله قاد الشوط، أعلن أنه متواجد على المركز الأول وفارق بينه وبين المراكز المتبقية. إذا المركز الأول يتواجد هنا مباشرة الواعي، المركز الثاني الدر حميد بن سالمين الحميري، المركز الثالث بتار سالم بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الرابع نايد بن مسلم بالزفنة العامري في المركز الرابع، والمركز الخامس
هنا توقيت الزمني 4:39 و6 من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني الذي سجله انطلاقة الواعي علي بن بطي بن علي بونواس هالشتبي. ما شاء الله، تهانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما المركز الثاني الدرع كان في المركز الثاني، إذا تهانينا والناموس لحميد بن خليل بن سالمين الحميري 4:41 وجزئين من الثانية، إذا تهانينا والناموس. والمركز الثالث طارت انطلاقة الإثارة حملت هذه البداية، بتار كان في المركز الثالث، تهانينا والناموس. سالم بن راشد بن حمد بن غدير 4:42 وجزءا واحدا من الثانية من خلال هذا